حديث مقياس مع أم بلقيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله نهاركم زين ورضا والدين. اليوم باش نحكيو حكاية جديدة إن شاء الله تنال رضاكم. يحكيو على زوز أصحاب يحبوا بعضهم برشا، أما المستوى الاجتماعي متاحهم مش كيف كيف. واحد غني والآخر فقير. الفقير طموح برشا ويحب يخدم، عاونوا صاحبه ووراه كيفاش يعمل مشروع حتى لين كبر بشوية بشوية، والعلاقة ما بين الأصحاب عمال تكبر وعمال تتوتد، وحبهم واحترامهم لبعضهم نهار بعد نهار يزيد. في مرة من المرات صار سوء تفاهم بينيتهم. قال الراجل اللي هو كان غني غضب فيها الصديق اللي هو أغنى من صاحبه واللي عاون صاحبه برشا، وفي لحظة متاع غضب كبيرة غزر صاحبه قال له: شكونك انتي؟ نسيت روحك منين جيت؟ شكون عملك؟ وشكون عاونك؟ وشكون كبرك؟ كان مش أنا انتي ما تسوى حتى شيء، وعمرك ما تحصل على الخير اللي انتي فيه توا. صديقه تألم برشا وتوجع برشا، أما ما رجعش عليه. المهم روح السيد اللي وجع صاحبه بالكلام، قلبه يوجع فيه ومتحسر ومتألم وباهت في روحه كيف شدة الغضب خليته يقول صاحبه كلام عمره ما تصور روحه يقوله، كلام يوجع، كلام في الصميم، كلام خلى صاحبه يتألم فوق من اللازم. عدى ليلة كاملة هو يخمم كيفاش يطلب السماح من صاحبه، كيفاش ينجم يفسخ الكلام الخايب اللي قاله له. الصباح طلع وهو مشى يجري ودق على صاحبه الباب وقال له: سامحني راني كنت متغشش برشا وراهي عصابي متوترة، سامحني على كل كلمة خايبة قلتها لك، راني ما قصدتهاش، انتي صاحبي وانا نحبك ونقدرك برشا. لكن النظرة متاع الأسف اللي في عين صاحبه رغم اللي هو سامحه وقال له ما بينتناش، انا نعديلك وانتي تعديلي، النظرة متاع الأسف هذيك خليت السيد الآخر ضميره باقي أنب فيه وقعد حاير. مشي لصاحبه واحد آخر حكي له الحكاية، قال له: راني هكا ما قلت وقلت لصاحبي راني وجعته برشا، ورغم اللي طلبت منه السماح باقي نحس في ضميري أنب فيا، وميني شعر كيفاش نعمل، ماذا بيا نفسخها، ماذا بيا ينسيها الكلمة. قال له: بهي امشي اخرج توا جيب لي شكارة معبية بالريش. قال له: شكارة معبية بالريش علاش؟ قال له: برا جيبها وإجا تنقول لك شنو تعمل. مشي هك سيد هذاك يجري على أمل أنه يلقى حل، يعمل أي حاجة، المهم يفسخ الكلام الخايب والوجيعة اللي حسها صاحبه. مشي جيب شكارة متاع ريش ورجع لصاحبه قال له: توا شنو لازمني نعمل بها؟ قال له: تمشي تدور على ديار صحابك وحبيبك وجيرانك الكل، وقدام كل دار تحط ريشة ومن بعد ترجع لي. وكان لعمل لكيكة مشي دار على ديار الكل وقدام كل باب دار حط ريشة. رجع لصاحبه قال له: شنعمل توا؟ قال له: ما تعمل حتى شيء، توا برا امشي على روحك وغدوي كنحبك تلمهم لي الكل وتجيبهم لي ريشات الكل. قعد يستنك الراجل في النهار وقتاش يطلع، ومشي يدور على الديار يحب يلم الريش ما لقى حتى ريشه. رجع لصاحبه يجري قال له: راني ما لقيت حتى شيء رغم اني حطيت ومتاكد اللي انا حطيت قدام كل باب ريشه. قال له: هكاكا الكلام الخايب، وكاكا كلام السوء، وكاكا الكلام اللي يوجع، تخريجه سهل برشا أما راهو باش نجم تفسخه صعيب ياسر. الإنسان يلزمه قبل ما يخرج حتى كلمة يفكر فيها ويفكر في تأثيرها على الناس اللي مقابلينه. كلمة السوء توجع بين الحباب، بين الأخوات، بين الجيران، ماذا بينا ما نقوله لبعضنا كل الكلام الحلو. إن شاء الله نهاركم زين. حديثنا قياس. حديثنا قياس مع أم بلقيس.